مشاهدينا ونعرج إلى أحوال الطقس مع زميلة هناء خواطرية. أهلا بك يا هناء. اهلا بك ايمان، صباح الخير عليكم لكل مشاهدينا الكرام. اذا اجواء صيفيه بامتياز راح تخص اغلب المناطق الشماليه للوطن اليوم وغدوه، ان شاء الله راح يكون في ارتفاع محسوس في درجات الحراره القصوى على اغلب المناطق الشماليه الساحليه، راح تلحق حتى 34 درجه على السواحل الوطنيه، راح نسجلوا 40 درجه على المناطق الداخليه، ونبقى دائما نسجلوا اجواء جد حاره على المناطق الجنوبيه، راح نسجلوا حتى 47 درجه باقصى الجنوب الجزائري بعين قزام برج باجي مختار حتى على وسط الصحراء. اذا رانا نلاحظوا مع دخول فصل الصيف البارح اللي صادف 21 جوان، اذا الاجواء صيفيه بامتياز، درجه حراره اليوم ثاني راهي مرتفعه خاصه على المناطق الداخليه الغربيه، راح نسجلوا حتى 34 درجه على السواحل الغربيه، على وهران معسكر وتلمسان راح تلحق حتى 33 درجه، على النعامه والبيض كذلك الجلفه والتيارت. فيما يخص السواحل الوطنيه هي الاخرى راهي تعرف درجه حراره مرتفعه خاصه على السواحل كما سبق وذكرت الغربيه، ونبقاو نسجلوا دائما 29 درجه على السواحل الوسطى والشرقيه للوطن، واكيد الاجواء تكون مشمسه ومستقره على اغلب المناطق الشماليه حتى على الجنوبيه، واكيد راح تكون في متابعه فيما يخص الوضعيه الجويه في مواعيدنا الاخباريه اللاحقه. عوده لك ايمان. شكرا جزيلا لك هانا على هذه التفاصيل الخاصه بالوضعيه.